لم تقتصر خدمات الشركة العامة لتعبئة الغاز على تعبئة إسطوانات الغاز فقط، بل أضافت اليوم مادة أخرى لإنتاجها وهي مادة الـLPG للغاز المستخدم لتعبئة السيارات من خلال نشرها لعدة محطات في الكثير من المحافظات، وهو ما أعلنته مشروعا جديدا لاستخدام هذا الوقود كوقود بديل للبنزين. مشروع عندنا مشروع الغاز، استخدام الغاز كبديل وقود في السيارات، إضافة إلى استخدام كوقود في المشاريع الصناعية. بدأ المشروع وما زلنا، كان هناك إلزام قرار 360 مجلس الوزراء الموقر في إلزام أصحاب سيارات الأجرة في إضافة هذه المنظومات، إضافة إلى السيارات الحكومية. استمرينا في إضافة هذه المنظومات إن كان بصيغة الإلزام أو بصيغة التسويق الفوائد هذه المنظومة. المنظومة يعني إضافة هذه المنظومة ستؤدي إلى مؤدى إيجابي جدا في قضية البيئة، لأن هي تعتبر الاحتراق تام والعادم يكاد يكون خالي من الأشياء البسيط من القضايا اللي قد تسبب إلى تلوث البيئة. الجانب الآخر هو قضية نوعية الوقود. احنا نعرف البنزين العادي حاليا يستخدم لسعر 450 دينار، الرقم الأوكتين مال تعدد الأوكتين يعني 80 إلى 83، هذا طبعا دلالة جودة البنزين. بالنسبة للبنزين المحسن يسمى اللي هو العالي الأوكتين اللي هو 94 إلى 95، سعره كان 850 هسه تم تخفيضه إلى 650. الغاز السائل الحالي عندنا أكثر من 110 الأوكتين نمبر، فيعتبر أفضل حتى من البنزين السوبر اللي ما موجود بالعراق. مواطنون تحدثوا لسامراء الفضائية بإيجابية عن تجربتهم لاستخدام هذا الوقود بديلا للبنزين، لما التمسوه من تحسن في أداء محركات السيارات وأسعار اقتصادية أسهمت بتوفير صرفياتهم على الوقود بشكل كبير، وهذا ما جعلهم يطالبون بتوفير محطات أكثر في العاصمة والمحافظات. لو ما الغاز والله ما قدرت تشتغل، يعني شغل هسه ماكو غاز، وين فرغوا يعني عندك 200 وتاخذ بنزين 450، يعني ما خساره يعني بالشارع لو ما الغاز ما اقدر اشتغل. احنا نريد محطات بعد، بس هاي المحطه واكو وحده بالهذا احنا نريد يعني يطوروه، لان خوش شغله مال صرفه قليل وزين للسياره واقتصادي، يعني سعره رخيص 200 لتر. اقتصاديته ومصاحبته للبيئه وصرفياته أقل بكثير من وقود البنزين، هذا ما أثبته وقود غاز السيارات. من بغداد علي الحسني، سامراء الفضائية.